من محافظة المثنى، أحد طلبة جامعة الكفيل. طبعاً عندنا بالمحافظة هواي من جامعات الأهلية الموجودة هناك بالمحافظة، بس اختارينا جامعة الكفيل اللي هي موقعها في محافظة النجف لسبب الرصانة العلمية والسمعة اللي تمتلكها، بالإضافة إلى ذلك يمتلكون أساتذة أكفاء على مستوى عالي. حقيقة وجدنا في مشاريع العتبة العباسية واللي هي من ضمنها جامعة الكفيل فد نموذج رائع للجامعات الأهلية. اخترنا هاي الجامعة جامعة الكفيل بسبب الرصانة العلمية وما قدمته من نجاحات واسعة على المستوى العلمي والداخلي والخارجي. إن جامعة الكفيل تعتبر من الجامعات الرصينة جدا من عدة نواحي، فمثلا من الناحية العلمية حيث أنها تضم عدة أساتذة الحاصلين على شهادات عليا من داخل العراق وخارجها، ومن الناحية العمرانية نرى جامعة الكفيل جمالها وبنائها العمراني الجديد والحدائق الجديدة التي تضمها كمتسع للطلاب للترفيه عن أنفسهم في فترات ما بين المحاضرات.